السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. رجعت لكم فيديو جميل جدا. النهاردة هنتكلم فيه عن مشكلة كلنا كسيدات وفتيات بنعاني من المشكلة دي. جيت لك بالحل ان شاء الله النهائي. اللي هي ايه بقى المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي؟ هي مشكلة سواد الابطين. كلنا طبعا بنعاني من سواد الابطين، وطبعا دي مشكله بتبقى عامله لنا ازعاج جامد قوي، وفي احراج طبعا بين ازواجنا طبعا. فانا جيت لك النهارده الحل ان شاء الله هيخلصك من المشكله دي نهائي. بس عايزه اقول لك حاجه، عايزه اقول لك ان سواد الابيض دوت بيجي نتيجه استخدامات مزيلات العرق. طبعا في منا بيبقى مش عارف الاكسباير بتاع مزيل العرق ده ان هو منتهي، اللي هي مده الصلاحيه، وطبعا لما بنستخدمها بشكل خطأ، استعمالات كريمات إزالة الشعر طبعا بتسبب برضو سواد القبط. في منا بيستخدم البرفن المخصص بتاعه تحت القبط، ودي مشكلة كبيرة جدا بتأدي، ربنا يعافينا يا رب، لسرطانات الثدي. فده خطأ. انا النهارده جيت لكم بمكون ان شاء الله سحري هينهي المشكله دي. حتى لو هو ما نفعش معاكي مش هيضرك، ولا طبعا استحاله ما ينفعش، هو هينفع بدرجة 100% عن تجربة مني شخصيا. ما بنزلش حاجة الا ما بكون متأكدة منها يا بنات، واكون مجرباها وعارضها عليكم ان شاء الله. عايزة اقولك بس قبل مبدأ الوصفة، عايزة اقولك في مننا كلنا بيستخدم طبعا وصفات لتبييض الابط وما بتجيبش نتيجة. طبعا عمرها ما هتجيب نتيجة، لان احنا ما بنعملش حاجة اساسية في الابط. ايه هي الحاجة الاساسية دي؟ اللي ان شاء الله اللي هي تقشير المنطقة اللي احنا عايزين نبيضها، تقشير منطقه القبط. طول ما احنا ما بنقشرش منطقه القبط، عمر ما في اي وصفه تبييض هتجيب معانا نتيجه. لان ليه بقى؟ عليها خلايا ميته كتير. منطقه القبط بيبقى فيها خلايا ميته كتير. فطول ما في خلايا ميته اللي هو الجلد الميت، عمر ما الجلد نفسه يستقبل اي وصفه. ازاي بقى؟ انا وانا زي مثلا انا حاطه كيس على ايدي اهو وبستعمل الكريم. هو الكريم هيخش الجلد؟ استحاله طبعا الكريم يخش الجلد، لان في عازل بينه وبين جلدي، في عازل بيني وبين جلدي. فطبعا هزيل الخلايا الميته دي، الجلد هيتفتح، المسام هتتفتح، هتستقبل اي وصفه على طول، هتبيض المنطقه بامر الله. المكون اللي انا جايبه لكم ده مش هيضركم نهائي، بل بالعكس هيساعد على ازاله البكتيريا الضاره الميته اللي هي في الجلد، تفتيح القبض بشكل سريع وممتاز، ازاله العرق، رائحه العرق الكريهه مش هتكون موجوده خالص. ايه تاني؟ يعني ليه برضو فوائد كتير جدا، بس انا بقول لك ده اللي انا عارفاه مؤقتا، يعني انا ما حبيتش ابخل عليكم. اول حاجه هنقوم طبعا بيها هي تقشير منطقه القبض. في كل فيديوهاتي بقول لكم اي منطقه عايزين نبيضها لازم نقشر المنطقه الاول اللي احنا عايزين نبيضها، تمام؟ ازلنا الشعر طبعا من منطقه القبط، ازلنا الشعر منها. وعايزه اقول لكم ان كريمات ازاله الشعر برضو عامل اساسي في سواد القبط، وشفرات الحلاقه باستخدام خاطئ برضو. طبعا شلنا الشعر من المنطقه، هنغسل طبعا المنطقه كويس بالميه الدافيه وننشفها بفوط قطن، وهنمسك بقى ايه نص الليمونه وشوية السكر، ما عندناش سكر، ده أرجح حاجة يعني، شوية ملح. هنمسك الليمونة بالسكر كده ونمشي على المنطقة الملطفة تفتيحها اللي هي القبط كده، هنمشي كده عكس عقارب الساعة، شوية كده وشوية كده لحد ما المنطقة تتشال منها الجلد الميت. هتلاقي فيه سوري يعني بلاوي بتطلع من المنطقة دي، لأن احنا متغفلين طبعا عن المنطقة دي خالص. بعد طبعا في مننا عنده حساسية أو جلده بيبقى حساس شوية من الليمون والسكر والكلام دوت، انا جيت لك برضو بحل كويس. انا بجيب دي، انا مش عارفه بصراحه اسمها ايه، بس انا بجيبها من بوتيكات عاليه قوي، وممكن دلوقتي هتلاقيها متوفره في اي حته. دي انا جايبها ب 15 جنيه، دي بديل طبعا تقشيرات، بديل اي حاجه بتقشري بيها. بصوا كده اهي ليها سنون اهيت، جميله جدا جدا وناعمه قوي. بحط الغسول اللي انا معتاده عليه هنا في المنطقه اللي عايزه افتحها، وبعمل دي كده يا جماعه. انا بصراحه مش عارفه اسمها ايه والله، هي اسمها بديل تقشير التقشير يعني. بحط الغسول طبعا زي ما انا بقول لكم هنا، واقوم مقشره الحته اللي انا عايزاها اقشرها، بتتشال خالص وبتبقى ناعمه جدا. وبعد كده بنشف ايدي كويس، وبستعمل بقى الوصفه او المكون اللي معايا، وهو ده يا بنات. انا عارفه ان انا رغيت عليكم كتير، بس انا رغيت معاكم كتير، بس انا اسفه، انا بحبكم جدا وبحب اتكلم معاكم. هو دوت، دي الشابه، دي شابه مطحونه، شابه مطحونه
مفيدة جدا 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 لتفتيح القبض قوي. انا مجرباها طبعا الحمد لله، ما بقتش عندي من المشكلة دي، ولازم انتوا كمان تجربوها. انا بجيبها مطحونة طبعا، ما تجيبهاش اللي هي الحجر، مش هتفيدك طبعا، لان هي دي انا عايزه دي، لان المسام هتبقى مفتوحه، فطبعا هتخش جوه الجلد، هتفتح كويس قوي، وهتمنع البكتيريا، وهتمنع ازاله رائحه العرق طبعا. جربوا الوصفه دي يا جماعه، هتفيدكم جدا. انا دولت انا جايباهم ب 3 جنيه، بيقعدوا معايا حوالي والله العظيم شهر، بيقعد معايا شهر الكيس دوت ب 3 جنيه، بيقعد معايا شهر. زي ما انا قلت لكم كده يا جماعه، غسلنا المنطقه كويس، وهناخد من الشابه وهنحط مكان المنطقه اللي احنا قشرناها كويس جدا جدا جدا، ونسيبها هنقعد باليومين ثلاثه، مفيش رائحه، مفيش ازعاج، مفيش اي حاجه طبعا، عشان احنا نفتح بقى هنستعملها كل يوم بعد ازاله الشعر، كل يوم بعد ازاله الشعر. يعني احنا زلنا الشعر النهارده، هفضل استعملها اسبوع بقى بحاله كل يوم ورا بعض، هتفتح بطريقة ممتازة جدا 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 وعلى ضمانتي يا بنات. انا اسفة ان انا طولت النهاردة معاكم في الفيديو، بس لو انت اول مرة تشوفي قناتي وعجبك الفيديو، يا ريت تدعميني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان اصحابنا يستفادوا زينا. بحبكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.